جزاكم الله خيرا. هذا الأخ السائل يقول: ما حكم مسابقة الإمام، وهل تبطل الصلاة في هذا الأمر؟ لأننا نرى بعض الناس يسبق الإمام في الركوع والسجود والقيام. إذا ركع قبله ولم يعد ويأتي بالسجود بالركوع بعده، أو سجد قبله ولم يعد ويأتي بالسجود بعده، تبطل صلاته. أما إذا يعني غفل وركع قبلها وسجد، فإنه يعود ويأتي بالركوع والسجود بعد الإمام ويستدرك، صلاته صحيحة إذا فعل ذلك. أما إن استمر ولم يعد فإن صلاته تبطل. نعم.